اخر مره شفتك كانت الفقره اسمها خطوه، اليوم صارت خطوات. صحيح، لانه في كذا ستابس بقلب الرقص، ما رح نعمل خطوه واحده. ما في شك. يا اهلا فيك جوزيف، تعرفنا على الصبيه اللي معك. سالين جابر اليوم رح تنضم لالي مره ثانيه. هاي سالين. هولا هوب، شو فوائدها؟ رقصه الهولا هوب اكيد هي تعتبر رقصه ورياضه بنفس الوقت، لانه مثل ما بنعرف انه الرقص هو كمان رياضه. الفوائد الرقص الهولا هوب هي بيعتمدوا على حركة الخصر أكثر شيء، فهي بتنحف الخصر. نعم. هيك بننصح كل السيدات أنه يتمرنوا عليها، ولأنه الهولا هوب هي كمان رقص وسبور رياضة، بتساعد أكيد على تنشيط الدورة الدموية مثل كل أنواع الرياضة. المرة الماضية عرفنا عليها، يعني للرقصة اسمها هولا هوب لأنه بتعتمد طبعا على الهوب. صحيح. وعلى هذه طوق الطابة الدائرة. منشوف أيضا مرات النار بيستعملوها كأكسسوريز بالرقصة. صح. شو رمزيتها وشو علاقتها بالهيب؟ الهولا هوب بلشت أول شيء الحركات على الخصر. أوكي. هي كانت بس الحركة الأساسية تبع الهولا هوب على الخصر، بعدين مثل ما كل الأشياء بتتطور بالرقص تطوروا الحركات، صاروا يستعملوا حركات الهولا هوب بالايدين، وهون بنقدر نضيف الدانسر يلي عم ترقص الهولا هوب، هي بتقدر تعطي نكهه خاصه فيها، تزيد عليها حركات شرقي، تزيد عليها حركات هيب هوب، خصوصا اذا كانت هي دانسر فبتقدر كمان بتذكرنا بالرقص الشرقي لان في استخدام كثير للخصر. وصاروا حركات مش بس على الخصر والايدين، حركات على الرقبه، وبنشوف انه رقبه سالين ما كثير عم تتحرك اكثر ما هي عم بتركز، هي الاساس يلي عم تبرم وتتحكم بالهولا هوب. حلو. فكل هدول الحركات تطوروا، بالاضافه الى صار فينا نستعمل كمان حركات الجيمناستيك. بدها تركيز كان. صحيح. هذا الاكسسوار بقلب الرقص. فيهم يكونوا كثير حركات اكيد متنوعين. هلا خبرنا، انت قلنا كيف موزع رقصتك اليوم؟ يلا، وتصديقا على سؤالك، مثل ما تطورت رقصه الهولا هوب كحركات، لانه قلنا اول شيء انه كان بس حركات خصر. نعم. كمان طوروا الهولا هوب بحد ذاته، يعني فينا نشوف قبل من بعدين ما على القد طلعت الصوره. نعم. لاد هيدي هولا هوب لاد، يعني استعملوا بما انه اول شيء كانت خشب وكانت تاذي كثير الجسم، تطورت الهولا هوب، صار في عندنا هولا هوب لاد، صار في عندنا هولا هوب يستعملوها بقلبها نار، مواد غير خطره. ولعت البرد وحكينا الدفاع المدني، صاروا جاهزين. اوكي، رح نشوف الشو. نفس الحركات اللي شفناهم بالهولا هوب البلاستيك هن زيتون بنعملهم بهولا هوب الفاير، بس اكيد الشخص يلي بده يعمل هدول الحركات بده يكون متمكن 100%، وما بننصح حدا يعملها بالبيت. شم ريحه حريق او بعد. يلا تفضل يا سليم، بدنا نولع الجو بالفعل.
طيب حب برافو سليم الحمد لله على السلامة. بحب أقول شغلة كتير مهمة إنه التياب برقصة الهولا هوب نحن هلا عادة بكل الشوات سالين بتكون كروب توب يعني بيكون البطن مكشوف صحيح مثل ما بالجيمناستيك بتشوفوا إنه التياب يلي بيلبسوهم بيكونوا كتير ضايقين على الجسم حتى الرياضيين بيلبسوا شورتات أو في ملابس خصوصي للرياضة هيدول بيساعدوا كتير للتحكم بالهولا هوب. هلا نحن اليوم صارين بكامل اناقتها بس في خطوره يعني كل ما كنا حاطين قلبنا على ايدنا لانه ايدنا على قلبنا لا بس في احتياطات معينه غير التمكن يعني من حمل الهولا هوب للنار للوقايه من انه صحيح ما هي قربت كثير من الشغله يعني كنا عطلانين هم رقبتها. هلا هو التمرين الاساسي يلي يعني الشخص هو بيقدر يتحكم فيها واتكال على الله هو بيزبط كل شيء بدها تركز طبعا صحيح وهيدا الشو هو ذاته فينا نحط بقلب كنا حابين نفرجيكم اياه بس هون كرمال الاستوديو فمنخاف انه يكون في ضرر معين بقلب الهولا هوب بينحط فولكينو هيدا الفولكينو يلي بيطلع بالاعراس وتطلع العروس والعريس بينحط واحد يمين وواحد شمال وبينكبس الكبس الريموت كنترول وبيطلع وبيصير عم بيعمل افيه روعة. بكرة يوم خطوبتي إن شاء الله. أو زواجك فرد ماراثون. منولعها. شكرا لك إذن مؤسس فرقة كافاليرو للرقص. يعني هيك سؤال أخير لوين ممكن نوصل بالجنون بالرقص؟ عم نشوف أمور كتير خلاقة بعالم الرقص. هيدا الشيء بيرجع لكل شخص يعني للكوريوغرافرز للناس المبدعين بالمجال مجال الرقص ونحن بنعرف قد ايه الرقص بيتطور مثل كل الأشياء ما فيها تبقى محلها. وهذا الابداع هون وقت يشوف شخص عم بيبدع اكيد نحن ما عندنا شك بابداعك مع فرقه كافاليرو شكرا لك وبانتظارك الاحد المقبل الله شكرا جوزيف سلوم الله رضي.